هذا ماشي موضوعنا، انا تطرقت ليه الاسباب واضحه نوضحها لك. حنا الموضوع ديالنا هو الاغتصاب وهتك عرض انثى بالعنف، ولكن لاحظنا بان الاستراتيجيه المعتمده من طرف المتهم وهي استراتيجيه غير واضحه المعالم وملغومه بالكثير من الشكوك ومن الامور اللي كتخلينا نطرحوا الكثير من علامات الاستفهام وحتى علامات التعجب، ان الاستراتيجيه قلت لك المعتمده من طرف المتهم ومن معه من مناصرين او متضامنين اللي ولا كنشوفوا فيهم حتى مثقفين غابوا على الساحه وتركونا ضحيه افتراس ديال الجرائم وديال الروتين اليومي ديال الوسائط الالكترونيه الى غير ذلك. فينكم المثقفين؟ راه الشعب محتاج الدور ديالكم، غاب دوركم واليوم كتحضروا باش كتضامنوا. الا كانوا كيتضامنوا على مساله ديال الاضراب حتى حنا مضامنين، حنا ما بغينا حتى شي واحد يفقد الحياه ديالو وحتى شي واحد ما بغينا يتمس في الصحه ديالو. اما الا كانوا كيتضامنوا مع القضيه دون الاستماع الى جميع الاطراف او اقتناعا بما يروى، هنا غادي نقول لهم ما كاينش هنا ثقافه. لا، الا غنسمعوا الملف بمعطيات اللي هي موجوده بين يدي القضاء اليوم وبين يدينا كدفاع اللي حنا صورنا الملف وطلعنا عليه وهيئنا دفاعنا. لاحظت بان يتم الاساءه للضحيه اللي تم الاساءه لها قبلا من طرف المتهم حينما عرض جسدها وحرمه هذا الجسد للانتهاك البشع اللي هو اغتصاب، واللي عرض حتى لهتك عرض بواحد الممارسات شاده مقززه ولات ضحيه وضعفت في صحتها وتالمات، وهي الصحفيه، ليست المراه العاديه، هي الصحفيه التي درست وتعلمت ودخلت المعهد العالي للصحافة وتخرجت منه يافعة متطلعة لمستقبل زاهر، عندها يعني المنصب ديالها هي كانت كتقاضى أجر مهم، ماشي هي نيمبورت كي. شو نبقاو نبخسوا المرأة بهاد يعني بواحد شنقول لك مؤلم جدا ملي كتشوف بعض الناس ماشي كلشي تيبخسوا الصوره ديال المراه. هي خصها تبقى وسيله، قراي كما بغيتي تقراي، انت وسيله بيد رجل لتحقيق متعه، بيد دوله لتصفيه حسابات، بيد من يدعون النضال لتصفيه حسابات مع الدوله، وهي هكذا دواليك. هاد العبات الذي يحمل الرساله الانسانيه عن حق وعن جداره واستحقاق والذي يؤمن بالفعل بالقيم الانسانيه المشتركه بيننا كمجتمع ما يمكنش يقول بان المراه وسيله، ولا سيما من هذا النوع. امرأة مثقفة ذات مكانة تعرضت للاغتصاب من طرف الزميل، داكوغ، جاو تيقولوا بأنه راه تصفية حسابات وأنها وسيلة باش يصفيو الحساب مع هذا المناضل القوي، هذا المناضل. أنا بغيت نعرف شنو فين هذا النضال. ترت اليوم أمام الرأي العام المعطيات الأخرى الموجودة بالملف، لأن ما كايناش غير تهمة واحدة، كاينين 4 بما فيهم مس بأمن الدولة الداخلي والخارجي وهتك عرض والاغتصاب. تلقي اموال من جهات معاديه للمملكه مقابل تقديم تقارير او تحقيق صحفي حسب ما يدعي. فينا هو؟ قريتي انت شي تحقيق؟ انا بعد ما شفت تحقيق عيت نقلب، بغيت نلمس له العذر، بغيت نعرف راسي القضيه التي ارافع فيها ضد من؟ انا لست ضد عمر ولا ضد زيد، انا ضد الاجرام، ضد الاعتداء، ضد العقليه الذكوريه التي تبخس قيمه المراه. دونك اليوم مشيت نبحث على هذا المناضل الشرس، هذا المناضل القوي، كيف ما رسموه لنا الموالون او المناضلون الذين يدعون النضال الى جانبها او المتضامنون معه او الذين يرفعون الان شعارات ووقفات احتجاجيه من اجل اطلاق سراحه ومساعدته للافلات من العقاب. بغيت نعرف، ما لقيتش هذا النضال اللي كنعرفو، قريته في الكتب، السيره الذاتيه ديال المناضلين ومسارهم والمحطات النضاليه مروا منها، ما لقيتهاش عند سي شاب قام باخطاء تجاه وطنه وتجاه ابنه من بنات هذا الوطن اللي هي زميله له في العمل. دونك باش ما يبقاوش يميعوا لنا الحقائق، الله يخليكم بكل الجرأة التي تمتلكونها وانتم تناصرون المتهم وكديروا وقفات احتجاجيه بكل قوه وجرأة، واجتمع يمينكم بيساركم سبحان مبدل الاحوال، اجتمع اقصى اليمين باقصى اليسار. تصوري داك اللي كان كيقول على هذاك ملحد تلاقى اليوم مع داك اللي كيقول على الاخر ارهاب.